هي من خلاصة أحكام رمضان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بدأنا في الكتاب الأول اللي هو كتاب الصيام، في الباب الأول اللي هو باب ماذا نفعل في شعبان. وقلنا بنعمل في شعبان 6 عبادات. أول حاجة بنصوم كتير، تاني حاجة بنراجع أبواب الشرك واللي احنا متشاحنين معاه ونخلق ونتوب من الشرك ونصلح التشاحن. تالت عبادة في ليلة النص قبل في النصف من شعبان بنمنع أي صيام إلا رجل كان بيصوم قبليه. رابع حاجة صيام يوم الشك محرم. آخر حاجة خامس حاجة بنطيب المساجد. النهاردة بقى نتكلم على العبادة الستة اللي في شعبان، اللي هي إيه؟ إن في 4 أحكام عاوزين نعلمهم للناس عشان الناس ما تتصدمش معانا فيهم. إيه الـ4 أحكام دول؟ نصوم مع بلدنا ولا نصوم مع بلد تانية؟ يعني مصر والسعودية، نصوم مع بلدنا ولا نصوم مع السعودية؟ الراجح والصح نصوم مع بلدنا ونفطر مع بلدنا، مفيش حاجة اسمها نصوم مع بلد تانية. طيب المشكلة بقى بتاعتنا، طب ايه الدليل؟ الدليل حديث قريب، وده رواه مسلم، وده نص في المسألة. ايه اللي حصل في حديث قريب؟ قريب رضي الله عنه كان في شعبان في دمشق. اما كان في شعبان في دمشق ايه اللي حصل؟ ظهرت الرؤيا فصام يوم الجمعه. فيوم الجمعه كان الصحابه كانوا بيشوفوا الرؤيا فغم عليهم فصاموا السبت. رجع قريب من المدينه فوجد المسلمين ناقصين عنه يوم، هو بادئ الجمعه هم بادئين السبت. فقال لهم يا اخوانا انتوا عليكم يوم، لان الرسول قال صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي. وإذا ظهرت الرؤية في بلد يلزم جميع البلدان الرؤية. قالوا له الكلام ده احنا مش هنعمل بيه، والكلام ده غلط. قال لهم ليه؟ قالوا له احنا هنصوم مع بلدنا ونفطر مع بلدنا. قال لهم ليه؟ قالوا له هكذا أمرنا رسول الله. كلمة هكذا أمرنا رسول الله معنى كده صوموا لرؤيته، يعني كل أهل بلد تصوم لرؤية بلدها. مش صوموا يعني الدنيا بحالها. وأفطروا لرؤيته يعني كل أهل بلد يفطروا للرؤية بتاعتهم مش الدنيا بحالها. والنبي صلى الله عليه وسلم أكد المعنى دوت، قال صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. وقال صلى الله عليه وسلم أضحاكم فطركم يوم صومكم يوم يصوم الناس وفطركم يوم يفطر الناس. طيب تاني حاجة، سؤال، لماذا تأخذون في رمضان برؤية بلدنا وفي العرفة بنصوم برؤية السعودية؟ هنقول لهم اللي قال لنا صوموا مع بلدكم وافطروا مع بلدكم هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النبي اللي قال لنا صوموا عرفة على رؤية السعودية. طب ايه الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون وعرفة يوم تعرفون. يبقى اللي قال لنا صوموا مع بلدكم هو اللي قال لنا خدوا برؤية السعودية فتح. واحنا بنطيع النبي هنا وبنطيع النبي هنا. طيب نصلي الفجر امتى؟ نصلي سنة الفجر بعد النتيجة ب 13 دقيقة. ليه؟ لأن النتيجة دي معمولة على الفجر الكاذب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا، وإذا أذن أم مكتوم فأمسكوا. فأجمعوا كل علماء الفلك ونزل البحث في الازهر والشيخ جاد الحق، بعد ست لجان، اللجان دي كلها اكدت ان ميعاد صلاه النتيجه ده غلط، ولازم نصلي السنه بعد 13 دقيقه. يعني الناس اللي بتيجي في رمضان اول مره تصلي الفجر في المسجد بيبقوا مستعجلين عاوزين يروحوا، نقول لهم انتوا كده بتخلونا نصلي صلاه بطله. لو بعد النتيجه ب 8 دقائق احتمال تكون صحيحه، لكن 7 دقائق 5 دقائق الصلاه بطله. ولازم ننبه على كل نسائنا اللي بعد ما يحضروا السحور يسمعوا الاذان يستنوا لحد ما يسمعوا الاقامه في المسجد، يعني بعد 13 دقيقه، وبعدين يصلوا السنه ويصلوا الفرض. المراه اللي هتسمع الفرض الاذان وتصلي على طول صلاتها باطله، لان اجماع العلماء الفلك ان اذان الفجر غلط. طيب برضو اخر حاجه بقى، نفطر امتى؟ تفطر لما الامام يتشهد اللي بيأذن، ما تفطرش مع الله اكبر في المغرب. ليه؟ لان برضه اللي بوظ اذان الفجر بوظ اذان المغرب. فاذان المغرب معمول في مصر على غياب شعاع الشمس، لكن في الشرع حتى تغيب الشمس منها هنا. لذلك الناس العواجيز كانوا بيقعدوا في الاراضي بتاعتهم
يسمعوا اذان المغرب عن نتيجه وهم شايفين الشمس قدامهم. فكانوا بيعملوا ايه؟ كانوا يعلموا الشباب انه ما يفطروش غير ما يسمعوا الشهاده، يعني يقول لك ما تفطرش غير ما تسمع الشهاده. فالكلام الناس ده مظبوط والنتيجه غلط. لازم الراجل المؤذن في رمضان ما يفطرش قبل الاذان، لازم ياذن ويخلص الاذان وبعدين يفطر. ميعاد صلاه اذان الفجر غلط ومعاد اذان المغرب غلط. طيب الباب الثاني، ماذا نفعل في رمضان؟ بنفعل في رمضان ست عبادات، سبع عبادات. اول عباده بنلتزم المسجد ولا نبحث عن الاصوات الجميله ونلف المساجد ونهجر المسجد بتاعنا. ليه؟ مع ان ده جائز مش حرام، بس اللي بيترك مسجده وبيلف ورا القراء اللي صوتهم حلو بيترك فرصه عظيمه للدعوه الى الله. ففي رمضان بياتي وجوه طيبه، بتيجي شباب ياما المسجد وبيحتاجين حد يعلمهم. يفاجئوا ان الاهل العلم بتوع المسجد عمالين يصلوا على الشيخ الفلاني في المسجد الفلاني. فالافضل انك تبقى قاعد في مسجدك وتقوم بنشاط دعوي في مسجدك وتعلم الناس في مسجدك. ابواب الخير مفتوحه في رمضان والناس قلوبها مفتوحه، اقعد في المسجد وعلمهم امور دينك. طب لو انا قعدت في المسجد زي ما انت بتقول لي اعمل ايه في المسجد؟ تعمل خمس حاجات. اول حاجه تعمل درس كل يوم. النبي صلى الله عليه وسلم كان جبريل يتدارس مع القران كل ليله، فكل ليله تدي درس. تاني حاجة بعد ما تدي الدرس توزع مسابقة يحلوها فيكتبوا اللي انت قلته نون والقلم يوم يسطرون. طيب وتوزع جوائز عليها. تالت حاجة عمل صندوق فتاوى. في ناس عندهم حياء ان هو يسأل اسئلة مباشرة فيبقى مسار حديث الجيران. فما تعملوا صندوق فتاوى، عنده مشكلة مع زوجته، عنده مشكلة في الدم، في الحيض، في نفاس، في جماع، هيكتبها في ورقه ويحطها. تروح انت واخد الورقه ديت ومجاوبها بدون ذكر اسامي. ماشي؟ طب فرضنا فتحت الصندوق ما لقيتش حاجه، تخترع سؤال وتجاوبه وتحدد ميعاد الاجابه عشان الناس تنتظر. بعد كده تعمل مقرأه يوميا، تاخد خمس ايات تقراهم والناس يقروهم وراه وتفسرهم، اهم حاجه تفسرهم. اخر حاجه تحسن الى الناس، تجيب لهم مره عصير، تجيب لهم مره شاي، تجيب لهم عطر متعطر كل واحد. دي اللي مطلوب منك، تعرف تعمل الخمسه جزاك الله خيرا، تعرف تعمل اثنين ثلاثه جزاك الله خيرا، يعني سددوا وقاربوا على قد ما تقدر. كده احنا خلصنا المسابقه الثانيه في خلاصه احكام رمضان. اقول قولي هذا واستغفر الله.